أرض خير أنبتت سبع سنابلها وأيديكم رعت يا حبة في أرض خير أنبتت سبع سنابلها وأيديكم رعت فتباركت في كل سنبلة مئة هذه ثمار عطائكم قد أينعت هذه ثمار عطائكم قد إن أحد الخدمات الأساسية بجسد أي مستشفى هو المختبر، وقسم الأشعة كأحد أهم أدوات التشخيص مختبر يضم أحدث الأجهزة التي تتم صيانتها باستمرار وما زالت التجديدات به مستمرة، ويضم نخبة من العاملين والمتميزين يقوم بجميع التحاليل الطبية بدقة متناهية وسرعة فائقة. ولقد بلغت أعداد العينات التي تم اختبارها للمراجعين في المختبر منذ بداية عام 2008 وحتى نهاية عام 2013 ما تقارب 30,000 عينة وتحليل. وقسم الأشعة يقوم بعمل جميع أنواع الأشعة السينية عادية وبالصبغة، ويقوم كذلك بعمل جميع أنواع الأشعة التلفزيونية، وكذلك جميع أنواع الأشعة المقطعية بالصبغة وبدون صبغة تحت إشراف كادر طبي متخصص وأجهزة حديثة متطورة. ولقد تم تزويده وتحديثه مؤخراً بجهاز أشعة مقطعية جديدة قيمتها تجاوزت ربع مليون دولار، ولقد بلغ عدد الأشعة التي تم تصويرها وطباعتها بالقسم منذ بداية عام 2009 أكثر من 35,000 أشعة. قسم الأشعة عندنا بينقسم إلى قسمين، قسم خاص بالأشعة X اللي هي الأشعة التي تستخدم للعظام وخلافه، والأشعة الآمنة اللي هي الأشعة السونار أو الموجات الفوق الصوتية أو الأشعة التلفزيونية، وهي الأشعة التي تستخدم لباقي أغراض الجسم كاملة زي فحوصات البطن والحوض ومتابعة الحمل والأورام والغدة الدرقية والدوبلر على الأوردة والشرايين. قسم الأشعة من الأقسام اللي بتخدم جميع التخصصات، وبالتالي كل التخصصات بتجيب المرضى بتاعتها هنا عندنا في قسم الأشعة للمتابعة، سواء العظام أو النساء والولادة أو الباطني، حتى العيون بنعمل موجات فوق صوتية على العين لتحديد انفصال الشبكية من عدم. قسم الأشعة التشخيصية يتميز بكونه قسم مفهوش السونار بالذات مفهوش أي أخطار على المريض، ولذلك يقوم بعمل أشعة موجات فوق صوتية على الجنين نتابع به الجنين. وعندنا الفحوصات اللي بنقوم بيها على حسب نوع الجهاز، في فحوصات على البطن والحوض، وفحوصات على الأجزاء السوبرفيشال أو الأجزاء السطحية من الجسم زي الغدد الدرقية والأورام والغدد الليمفاوية، وأشعة ملونة اللي هي أشعة الدوبلر على الشرايين والأوردة علشان تحديد الجلطات وتحديد سريان الدم في الشرايين وخلافه.
ولا يفوتنا أن ننوه على أن واجبات المريض في المستشفى واضحة ومعلنة، تبرهن على رقي وتحضر التعامل واحترام المريض، وهي اتباع سياسات المستشفى وإجراءاتها، الحفاظ على ممتلكات المستشفى، اتباع خطة العلاج المقترحة، احترام المرضى الآخرين والعاملين بالمستشفى، الالتزام المالي طبقاً للوائح المالية، وكذلك حقوق المريض، وهي الحق في معرفة اسم الطبيب المعالج والمسؤول عن المريض، الحق في الحصول على الرعاية التي تحترم قيمه ومعتقداته، حق المريض في متابعة حالته الصحية والمشاركة في اتخاذ قرار العلاج، الحق في الاهتمام بشكواه ودراستها والرد عليها. مستشفى الرحمة مستشفى ممتازة جدا خدماته، ونحن دائما نتعالج في المستشفى دي، مستشفى الرحمة. والآن أنا مريض وجيت أتعالج هنا في مستشفى الرحمة، وأحسن مستشفى، مستشفى الرحمة خدماتها ممتازة جدا، وكل شيء فيها يعني تمام الحمد لله، نحمده ونشكره. فعشان كده الناس كلها بتجي تتعالج هنا في مستشفى الرحمة، والآن أنا جيت أتعالج في مستشفى الرحمة. قد وجدنا المستشفى خدمات الممتازة، فهذا المستشفى هو المستشفى الوحيد في البلد بهذه المستوى. فكنا نضر سابقا إذا مثل حالات صعبة كنا نسافر إلى الخارج، فالحمد لله الآن متوفر بهذا المستشفى لكل التخصصات الموجودة، سواء كان للأطفال وغيرها والعمليات والجراحة. فنشكر دولة الكويت والمحسنين من دولة الكويت الذين يعني تبرعوا لنا بهذا المستشفى وساهموا، ونقول لهم جزاكم الله خيرا. بشرى لكل المنفقين ذوي العطاء، لا تنقص الصدقات مال الأسخياء.